انواع الفيزيكال ميثود الحقيقه يعني اهم نوع الحقيقه هو المويست هيت، اللي هو الهيت اللي فيه رطوبه يعني فيه بخار. فاول نوع وابسط نوع اللي احنا كلنا هنعرفه اللي هو البويلنج، يعني كلنا نعرف طبعا البيبي باتلز اللي هي الزجاجات بتاعه اللبن بتاعه الاطفال اللي هي بنحتاج كل شويه نغليها علشان نعمل لها ستيريلايزيشن عشان نطهرها او نعقمها. ده الحقيقه يعني دي ممتازه جدا وبتقتل الفيجيتيف سيلز والفيروسز within 10 minutes، يعني بمعنى ان احنا بنتاكد ان الحاجه بتغلي لمده 10 minutes، فيعني علشان نتاكد ان كل الحاجات اللي هي اي جراثيم عليها ولا حاجه تكون خلاص كلها تم القضاء عليها. المشكله بتاعت البويلنج ان هو ما هواش دايما ريلايبل، في بعض انواع البكتيريا بتريزيست بويلنج فور مور ذان 20 اورز، يعني ممكن تفضل رغم يعني لو قعدت غليتها 20 ساعه ممكن بعد كده تسرفايف برضه. فالحقيقه ما هياش ريلايبل لكل انواع البكتيريا اللي ممكن تكون موجوده. فبنستعمل بقى اوتوكليف. اوتوكليف طبعا هو الحاجه اللي هي نعتبرها الموست افكتيف ودي الستاندرد عموما بتاع الستيريلايزيشن. هي بيسكلي بنستعمل فيه ستيم اندر بريشر. فبيبقى في عندنا فاسل بالشكل ده كده بنحط فيها المواد اللي احنا عايزين نعقمها وندخل هنا ستيم ببريشر عالي الحقيقه، والستيم ده بيريبليس الاير اللي موجود ويبتدي يبقى موجود في يعني ان كونتاكت مع جميع الاسطح اللي موجوده في الحاجه اللي انا عايز اعملها ستيريلايزيشن. المفروض ان احنا لو خليناها لفترات معينه، يعني مثلا يعني احنا طبعا بنتكلم على يعني عشان نخلي البريشر يبقى عالي، بتلاقي طبعا البريشر والتمبرشر الاثنين مرتبطين ببعض، انتوا عارفين القانون الغازات، القانون العام بتاع الغازات اللي هو بي في بتساوي ان ار تي، يعني في علاقه بين البريشر وبين التمبرشر، ما هياش كل واحده فيهم اندبندنت. فبيسك لو احنا بنتكلم على البريشر بتاعنا بالبي اس اي مثلا 5 بي اس اي، بنتكلم على التمبرشر بتبقى 110، لو زيرو ده بنتكلم على ريلاتيف الاتموسفيريك بريشر، يعني ده الاتموسفيريك بريشر. لما بنعلى بالبريشر زي ما انتم شايفين كده بنعلى بالتمبرشر لغايه ما نوصل لغايه 135 درجه، ده بتبقى عند 30 بي اس اي. فبنتكلم على الحاله دي الحقيقه بنتكلم ان احنا يعني درجه الحراره العاليه دي ممكن تحتاج وقت اقل بكتير طبعا من الحاله اللي فيها 100 درجه بس او 110 درجه بس. وزي ما احنا شفنا ال 100 درجه اللي احنا كنا بنعملها في البويلنج ما هياش كافيه، فاحنا لازم نعلى درجه الحراره تبقى اعلى شويه. يعني على سبيل الامثله، من سبيل المثال لحاجه زي كده، بيسكلي 100 درجه لمده من ثواني لدقائق ممكن تقتل الفيجيتيف بكتيريا، ويعني حاجات كتير الحقيقه ممكن ان هي تقتلها. يعني الحقيقه يعني السبورز عامه هي بنتكلم على يعني النوع اللي هو يعني ما بيبقاش لسه اكتف من البكتيريا، ده الحقيقه بيبقى ريزيستنت اكتر شويه. فبنتكلم ان هو محتاج درجه حراره على الاقل 105 5 دقائق. في انواع بقى ثانيه بتبقى الريزيستنس بتاعتها اعلى، وفي انواع الريزيستنس بتاعتها اعلى واعلى. اعلى حاجه خالص بتبقى محتاجه 134 درجه up to 6 hours. طبعا حسب نوع البكتيريا اللي هي موجوده في المكان، وحسب نوع مثلا ممكن يبقى المريض مثلا معروف ان هو البكتيريا اللي موجوده عنده نوعها كذا، او المرض او يعني ممكن يبقى في مثلا حصل ديتكشن لانفكشن من نوع معين موجود مثلا في المكان، بيتم تحديد الاوقات والدرجات الحراره المناسبه علشان يتم تعقيم الادوات والماتيريالز والحاجات دي كلها بشكل يكون كافي.